بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف اللي هو يعني موضوع فرع اكتوبر ده، انت يعني ممكن نقول انت بتمشي عكس التيار، عكس التيار فعلا. انت يعني بص، ازمات ماليه وحاجز عن النادي ومشاكل وحرب شرسه ضد رئيس النادي، وتيجي تعمل موضوع فرع اكتوبر، انت كده بترجع لتصحيح المسار الطبيعي بتاعك وترجع لاحلامك الطبيعيه. يعني لما تيجي تتكلم في عهد استاذ مصطفى منصور، لما جيت رجعت انت عملت مثلا 7 8 حاجات ما كانتش بتحصل. انت بتعمل نادي اجتماعي عالمي، بتعمل فرع نادي النهري برضو حاجه فوق ال7 نجوم بالفعل، عملت قناه نادي الزمالك كده كان حلم كبير نادي الزمالك، بتعمل برضو موضوع مصرف مرسى مطروح والمصايف دي، والسلسله اللي انت بتفكر فيها في المصايف لاعضاء النادي دي حاجه مهمه جدا. موضوع بقى لما يجي لك بقى فرع اكتوبر مع استاد عالمي، انت بتاخد بقى نقله ثانيه، جاي لك كمان في توقيت مهم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى بقى، ان انت في صحه مسار، ان انت رقم واحد تحل مشاكل الماليه، صرف رواتب الموظفين والاجهزه الفنيه وكل الكلام دوت، تبتدي تخلص مشاكل مستحقات اللعيبه دي مهمه جدا، تبتدي تدعم الصفقات الجديده، الصفقات الجديده الموسم الجديد، وخاصه انت هيكون عندك رقم كبير جدا، بالاضافه الى حاجه مهمه جدا، ان انت يعني زي ما قلت الصبح كده، انت مستني تشوف يعني اللي قدامك طيور الظلام هتعمل ايه بقى؟ لان هم كل هدفهم مش هدفهم نادي الزمالك بقى، وهدفهم يعرقل للنادي وخلاص على الدنيا، وقف الدنيا حواليك. انت هتعمل ايه بقى؟ فاهم؟ ما اعتقدش ان انت هيحصل حاجه باكتر من اللي حصل، كل السيناريوهات السيئه حصلت نادي الزمالك. تمام. لا ده حقيقه، كل السيناريوهات السيئه حصلت بالفعل. صحيح، ما هو في اكتر من كده. على العموم بكره ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي كبير جدا لرئيس مجلس اداره نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، هيعلن فيه عن بناء نادي الزمالك في 6 اكتوبر، كل التفاصيل اللي حابب اي حد يعرفها هنعرفها بكره في المؤتمر الصحفي باذن الله. بجانب ايضا المؤتمر الصحفي هيكون في اجتماع للجنه الفنيه لكره القدم بكره مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور الساعه 9 مساء باذن الله.